إذن مشاهدينا قبل أن نتابع نبقى مع مشاهد أولية لاستهداف سيارة في مخيم جنين في الضفة الغربية. هذا الاستهداف جاء من قبل القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، ولم يتضح بعد عدد الجرحى أو القتلى في هذا الاستهداف. وحسب ما نقل مراسلنا بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالمخيم في مخيم جنين بالضفة الغربية، كما تظهر هذه الصور اشتعال لهذه السيارة. طيب، هذه السيارة كان متواجد بها ثلاثة فلسطينيين لا يعلم بعد مصيرهم. إذن المركبة المستهدفة في مخيم جنين كانت تقل ثلاثة فلسطينيين، استهدفت بمسيرة إسرائيلية حسب ما أفاد مراسلنا. إذن مشاهدينا، كما تظهر هذه المشاهد اشتعال للسيارة التي استهدفت من قبل مسيرة إسرائيلية حسب ما أفاد مراسلنا، كانت تقل ثلاثة فلسطينيين بمخيم جنين في الضفة الغربية. على كل، سنبقي عينا على هذا الاستهداف إلى حين توفر المعلومات الكاملة.